الاتحاد الرياضة لليبيا سنة 1996 في صالة الصالة الأولمبية في زاوية دهماني، كانت على يد أستاذي مراد غزالي جزائري الجنسية. تشكلت لها أول لجنة فنية، يعني كنا جروب يشتغل في نفس الصالة كرياضيين ومدرب. في 2005 برعاية الاتحاد العام الليبي للجودو تم تشكيل أول لجنة فنية، كانت في 26/11/2005. في 2014/15/1 بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية أستاذ جمال زروق تم إنشاء أول لجنة تأسيسية لهذه الرياضة. بل مش البطولات المشاركين فيها من غير ليبيا، شوف هي الأيكيدو فن دفاعي محض، ما فيهاش بطولات، فيها معسكرات تدريبية، يعني يجي خبير يجي مدرب يجي أستاذ يجمعوا الصلاة مع بعضهم يعطي شو في أو شو نجد من جديد في اللعبة هذه. يعني زي ما شفت عروض تدريبية معسكرات لتطوير رياضيين، هذه هي في التطويرة. كيف كان التطويرة في ليبيا في 2015؟ هنا بادئ في 1996 حوالي، كيف كانت مدى استجابة لها وكيف كان حبها للرياضة؟ طبعا الاستجابة أي شيء بيكون جديد بتكون يعني البداية متاعها صعبة شوية. الحمد لله تو في أكثر من 11 نادي داخل طرابلس. كان عندنا نادي في الزاوية كنت ندرب فيه 2009-2010، لكن الأحداد والثورة واحد فسيبنا غادي كاي. كابتن طه، البطولة هي طبعا شن مثلت لك؟ شن تعني لك أنت طبعا بعد الثورة مباشرة هيك؟ شوف احنا قمنا بعدة عروض، يعني سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، يعني لأن أسرة الجودو هذه أسرة، يعني كنا يعني اتحاد واحد، يعني كنا لجنة فنية مع الجودو. ما شاء الله الصغار فرحانين فكأسرة واحدة. يعني كلمنا الأستاذ سليمان طبال في كل بطولة يعني قدموا في عرض الأيكيدو، كان عدد كبير جدا وأغلبية الأندية شاركت في هذه البطولة وكانت الجوائز متقسمة للجميع. هذا يدل على البطولة الرياضيين في مستوى قريب من بعضها ومستوى كويس إن شاء الله. في بطولات مستقبلية مش على مستوى ليبيا، خارجية عندكم؟ والله في إن شاء الله في بطولة أفريقيا المفتوحة في شهر يناير القادم 2016، وعلى ما حسب أظن يشاركوا فيها 3 رياضيين ليبيين، يعني المترشحين لل يعني لو تجميع النقاط يترشحوا للأولمبياد لو سمحت لهم الظروف. يعني كابتن عبد السلام، عندك تحكيم وجهه لك دعوة ان التحكيم خارجي؟ طبعا انا طبعا شهر 11 بطولة افريقيا شاركت في بطولة افريقيا المفتوحة في موريشيوس، في بطولة افريقيا في موريشيوس، ومشيت رايت طبعا حكمت في البطولة والحمد لله، يعني كان مستوى التحكيم جيد جدا وحكمت مباريات نهائية الحمد لله. يعني كابتن ان شاء الله 2016 في بطولات طبعا الرزمانه بتاع الاتحاد الدولي طبعا ديما متوفى بطولات تبدا من 1/1 طبعا في شهر يناير لنهايه شهر ديسمبر. عندنا بطولات افريقيا وعندنا بطولات مفتوحه وعندنا بطولات تعالم، وان شاء الله ربي يوفق الجميع باش يوفقوا ويختاروا حكام ليبيين. يعني الحمد لله باي فرحان باي. شنو في مسابقات جديده تشارك فيها ان شاء الله؟ لا، في مسابقات جديدة تشارك فيها؟ شهر 2 بقى بطولة شنو؟ أما بطولة مستوى ليبيا؟ ليبيا. باهي شنو جو القراية معاك؟ باهي. شنو بتقول على قناة ليبيا بانوراما؟ ها؟ شهر باهي. ألف مبروك. نادي غد سعاد. هذا يحمل تاع الترديم نخليه. خميس السنجري نائب رئيس اتحاد الوشو. نحول على برتريك حولها.
كانت العدد كان عندي 10 رياضيين في فئه البراعم و8 رياضيين في فئه الاشبال. كيف كان تنظيم البطوله؟ والله التنظيم الحق جاء كويس، يعني كانت هي في فتره البطوله، يعني قبل البطوله بالضبط كان في فتره امتحانات للرياضيين، لكن الحمد لله حاولنا ان احنا نسد الوقت، يعني احنا اللي كان فراغ ما بين البطوله وما بين الامتحانات، فكانت المشاركه كويسه وكان حتى تنافس شريف جدا ما بين الرياضيين في جميع الفئات. البطولات المقبله السنه الجديده ان شاء الله؟ والله احنا قاعدين نحضر، لان ما زال عندنا فريق كبير يوصل حتى ل 40 و50 رياضي، فاحنا قاعدين تو جربنا بالرياضيين اللي قدم كانوا معانا، ما بناش نجيبوا بالجميع الاوزان اللي عندنا، فكلنا قاعدين نهيئوا لبطوله شهر 2 هي اظن حتكون في 2016، فهذا يكون العدد كبير متاعنا، وان شاء الله يكون نادي جمارك ديما هو التوب ان شاء الله. جمارك ان شاء الله في تمثيل برا ليبيا ان شاء الله؟ اكيد عندنا احنا حتى رياضيين ابطال افريقيا وابطال العرب، يعني كلهم هذم في المنتخب الوطني متاع الجودو، وفي نفس الوقت هم يعني يتبعوا لنادي الجمارك، يعني تلقى المع الرياضيين والاسماء اللي هيكونوا من فريق الجمارك ان شاء الله. كل من حصل على